مدينة الجديدة كتهيأ وكتوجد للتسونامي. هاد الشي اللي بينت عليه هاد اللوحة التحذيرية اللي كتوجه الناس للاتجاه الصحيح للابتعاد عن التسونامي. مسار الإخلاء من التسونامي، هاد الكلمات وهاد اللوحة كانوا كافيين باش يخلقوا الرعب عند بزاف ديال المغاربة اللي بداو كيتبادلوا هاد الصورة، وأيضا كيطرحوا التساؤلات حول شنو المطلوب والمفروض يتدار في حالة حدوث هاد الكارثة الطبيعية. ولكن شنو حقيقة هاد اللافتة؟ هاد اللوحة أو اللافتة تحطات بهاد المكان كمبادرة من كلية العلوم التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وكتدخل في إطار مشروع علمي اللي كيحمل اسم كوست ويف. وكيرافق هذا المشروع تمارين الإخلاء اللي سبق لها تدارت بميناء الجرف الأصفر في ديسمبر من العام الماضي، وأيضاً بشاطئ الدوفيل، وهي العملية أو التمرين اللي كيقوم به مختبر علوم الأرض البحرية وعلوم التربية والمعهد الوطني للجيوفيزياء والوكالة الوطنية للموانئ واللجنة الأولمبية الدولية ليونسكو. أي أنه لا يوجد لا تسونامي لا والو، وهذا الشيء كله فقط تمرين لتحسين استجابة السلطات المحلية لهذا النوع من المخاطر الطبيعية واختبارها لهذا النوع من التحذير في حالة كانت شي حاجة مستقبلاً.